اهلا وسهلا البنات، اهلا وسهلا من المديوية. كيف دايرين؟ نتمنىكم يا ربي ان شاء الله تكونوا في صحه جيده. وانت ما كتشوف الفيديو، كي دايرين اختي مع الصحيحه؟ كيولي دنيا سولي فينا. كي دايرين مع الصحيحه وليداتكم رجالاتكم؟ نتمنى يا ربي الهلا يدركم شي حبيبي ولا غالي عليكم، الله يفرحكم والله يرزقكم الذريه الصالحه، واللي كتمنى شي حاجه يا ربي تحققها ليها، واللي عندها شي كرب يا ربي تفكوا ليها يا سيدي ربي، واللي عندها شي واحد ضالمه في حياتها يا ربي تاخذ لها حقها، لان انا كنحس بكم اخواتاتي، وهاد الدعوه اللي دعيت معكم من القلب. بزاف كيقولوني ادعي معانا، الله يرزقكم من حيث لا تحتسبون، الله ينصركم على من عاداكم، الله يبعد عليكم شر الخلق، والله الله يعطيكم صحيحتكم، والناس اللي ميتين الله يرحمهم ويوسع عليهم ويوسع عليهم ضيقات القبور يا سيدي يا ربي، الله يرزقكم الذريه الصالحه، الله يرزقكم رزيق اللي ما شافوه الدين ما شافوا عيني ما قاسوه الدين. ما كنعرف حتى ندعي البنات باش تعرفوا داك الشيء من قلبي وربي لي شاهد، ولا كنبقى ندعي معكم كاملين كنبقى نقول يا ربي ترزقهم وتسهل عليهم. المهم البنات، هاد الفيديو معكم من العشيه. المهم فرحانه، عتي فرحانه وربي لي شاهد، البنات توصلني واحد الحاجه اللي فرحانه بها واللي عارفاها وكنتسناها. هاد الايام كنت كنشوفو بصحة لي ماشي هي هاديك، كتشوفوني البنات. المهم كلشي كيقول لي تلتا كيتلاقاو معايا في الطريق، دنيا مالك ضعافيتيه كدا، دنيا مالك دخلتيه كدا، مالك سفاريتي. راه المرضى البنات راه ماشي سهلة، هادشي داز عليا راه ماشي ساهل. راه كنضحك معاكم في اليوتيوب، دابا كتشوفوني ضاحكة وناشطة كتقول الطاقة الإيجابية، ولكن ربي اللي عالم في الخفاء اش كيوقع. الحمد لله على كل حال، كل واحد فينا اللي ما عنده القليل عنده الكثير، هادي هي الحياة. ما يمكنش غادي تقاد لك من كاع الجوايه، الا تقاد لك من كاع الجوايه راه ما غاديش تبقى في الحياه ولا في الدنيا. المهم بعدا راه شوفوا البنات ولاو كيبانوا فيا غير الحجبان، والله ما نكذب عليكم. واحد البنت قالتها ليا، المهم قالت لي ولاو كيبانوا فيك غير الحجبان، عرفت راسي. يدي البنات شوفوا العظم، شوفوا 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 البنات العظم، شوفوا شوفوا عرفتي ضعافيت بزاف بزاف فوق ما كتخيلوا. شي حوايج كانوا كيجيو قدي ما بقاوش كيجيو قدي، وساع ولاو كبار عليا كانوا كيجوني هما هذوك. المهم اليوم بغيت نوصل واحد لا كوموند، المهم غنبارطاجيها ان شاء الله معكم البنات. انا بعدا تايقه في ديك تايقه فيها 100%، وما شاء الله اليوتيوبرز كلهم كيهضروا عليها. ما شاء الله تدبير البيت مع فاطمة الزهراء، بزاف بزاف ديال اليوتيوبرز اللي كنتبعهم واللي كنثق فيهم، حيت انا اليوتيوبرز اللي كنثق فيهم البنات قلال، اللي كنثق فيهم عندهم مصداقيه، اللي كيقولوا الحاجه سير لها بعينك مغمضين، وحتى انا منهم، لاننا ما نبغيش نبارطاجي معكم شي حاجه اللي تكون خايبه غير باش نشد الفلوس وصافي، نقول غير باش نشد الفلوس. المتبع ما كيهمنيش، انا نقدر راه واحد المتبع تواصل معايا وقلت لها يخمن الفلوس قدام المتتبعين ديالي اللي كيسولوا فيا واللي واقفين معايا هذه 4 سنين ومع 5 سنين، باش نكون معكم صريحه. الحاجه باش ما غادي نبارطاجيها معكم تنكون انا متاكده منها، حيت كما غنبغي الخير لراسي غنبغي المتتبعين ديالي، وانتم راه ماشي خاصين عليا باش اي حاجه. انا البنات جاوني اشهارات ما نعاودش لكم، جاوني البنات اشهارات ديال الروايح، جاوني اشهارات بزاف. علاش انا ما كنبارطاجش معكم بزاف الحوايج؟ لان البنات ماشي غير تجيو ديري اشهار غير تشوفي دوك الفلوس وتاخذيهم وتقولي راه واعر هذا ونكذب عليكم، راه ساهل داك الشيء. راه غنولي البنات كل مره ندير لكم اشهار في القناه، ولكن لا، لهم ندير غير اشهار واحد في العام ولا في عامين ويكون حقيقي ويكون داك الشيء 100%، ونكون انا واثقه من نفسي شنو كندير، ولا 100 اشهار والمتتبع مسكين تخرجي عليه. فهذا ما كان، انا فرحانه اتوصلني ان شاء الله غادي نبارطاجيها معكم. المهم ان شاء الله هانتوما معايا صحاباتي، واحد الفيديو غادي يكون زوين ان شاء الله، غنبارطاجي معكم غوتي بزاف الحوايج ان شاء الله في هذا الفيديو، غيكونوا زويولين. غنجمع ان شاء الله معكم بس هذا الصالون، خصو ان شاء الله يتجمع واحد الجمعه ديال القلب. والخروج نقدر نخرج نقدر لا، حيت عندي واحد الغرض ان شاء الله. هانتوما معايا صحاباتي، هذه هي الحصه، المهم غادي نحلها. قالت لك اسراء متحمسه تشوفها بزاف بزاف، من بعد كتجيكم هكا البنات مؤمباليه بحال هكا، ما تخافوش زعما هكا تخافوا تهرس، حيت هي ديال الدجاج، حيت انا شايفاها كيما قلت لكم عند بزاف ديال اليوتيوبرز اللي مجربينها. ها انتم البنات كتكون مؤمباليه كامله، وسمحوا لي على البلاصه فين كنصور، ما عنديش شي بلاصه احسن من هنايا، هذه هي البلاصه فقط اللي عندي زوينه، اللي كيبان فيها داك الشيء زوين وكيكون فيها فيه الاضاءه زايده. بسم الله توكلنا على الله. تخيلوا البنات ان اسراء فرحانه اكثر مني، انا كتشوفني سخانه، هي زعما جبتها على قبلي انا باش نشد شويه صحتي، واسراء فرحانه اكثر مني. هو نحل معاكم الرين ديال البنات، كانت عندي طويله قصارت بوحدها ما فهمتش مالها، وما شاء الله شوفوا البنات غير المبرج
باش تعرفوا ان ما شاء الله السيده زعما تبارك الله عليها داكشي. وبغيت نقول لكم واحد الحاجه بلاش ما نكذبش عليكم، تقريبا دابا شي عام كنت خديت واحد اللحصه وكنت غادي نبارطاجيها معكم، قلت غير الا وافقتني غنبارطاجيها معكم البنات. وتخيلوا ان هي اسراء عاقله، جوج قرايه عقل تاع اسراء، جوج قرايه البنات. كان راجلي مسكين الله يرحمه ما دارت والو، زادت مرضات حتى باش خديت واحد الحساب. ما بغيتش نقول شكون هي لاباج وداك الشيء، صافي كل واحد الله يسهلها في رزقتها هي، ولكن انا ما وافقتنيش. قلت البنات خديت واحد كتعطيك جوج قرايه ماشي قرعه قد هكا كبيره كيلو، ولكن مفرط. وتخيل البنات انا ملي كليناها تخيلوا عاد زدنا مرضنا وسخفنا اكثر، فحبست ديك اللحسه وقالت لي بارطاجيها مع البنات. قلت لها اختي ما نقدر كثر سخفت، بغيت كنحس بالسخف اكثر واكثر. فعادي مسكينه حتى هي صراحه متفاهمه، غير هي ان ديك اللحسه ما وافقتنيش. هادشي علاش البنات ما بارطاجاتهاش معاكم. صافي هي شويه خصها، انا ما بغيت نحلها البنات نرجع معاكم، حيت شويه كتكرفس في الحله مع ما شاء الله داير لهم بالاج ديال القلب تبارك الله عليها ما شاء الله عليها. هادشي غادي نقول ليها. صافي البنات دابا راني حليتها كتجي بحال هكا لون بالاج مكتوبه فيها ستوب. شنو ستوب هادو البنات؟ اسراء واقفه لي على هادو قالت لك البنات هذا على قلب باش ما تهرش ليكم القرا، حيت ما شاء الله راه ما كتجي ماشي في كازا. ندي معاك هذا اسراء. المهم اصحاباتي هذه هي اللحسه، هذه هي اللحسه البنات، اللحسه الصحراويه زياده الوزن والحصول على جسم مثالي طبيعيه 100%. ها انتم نقرا لكم كاع داكشي اللي فيها بلاتي. هذه اول تجربه ليا معها باش ما نكذبش عليكم، انا راه صريحه المتتبعات ديالي كيعرفوني ان شاء الله باش غادي نداوم عليها، واكيد النتيجه اللي كاينه وداكشي اللي حسيت به انا غادي نقوله لكم. وافقتني راه غادي نقولها لكم هذا ما كان، لانها كما قالت لي طبيعيه 100%. قالت لي ما فيها لا فانيد لا سير، دوك اللحاسات اللي كتعرفوا البنات اللي كيديروا فيهم فانيد والسير وداكشي هو كيزيد يخرج على الصحه، فهذه طبيعيه 100%. وباش عجبتني واحد الحاجه دارتها معايا اللي حمقاتني، قالت لي دنيا واش فيك السكر، واش فيك هذه، شنو الاعراض اللي عندك؟ قالت لي باش نقدروا نصايبوا لك شي حاجه اللي تكون توافقك انت، كتصايب لك اللحسه على قبلك انت مثلا كشخص، كتصوبها على داكشي اللي عندك فيك السكر، تقدر تحيد لك من السكر. هاتهم البنات لزياده الوزن، المعالجه فقر الدم، انا فيا فقر الدم انا وبنتي ما نعاودش لكم، المعالجه القولون العصبي ولا فيا القولون العصبي البارح في الفيديو اخر فيديو قلت لكم فيا القولون، المعالجه بومزوي خلاص. المكونات بذور الاكابيا، عشبه الماكا، ذروه الجمل، دسم الماء، مكسرات، حبوب اللقاح، رصايا اسراء اللقاح، غداء الملكه، زيت العنبر، زعفران الحر، قسط الهندي، العسل الحر. المهم البنات كاع المكونات كلهم زعما شي حاجه طبيعيه هانتوما، وهادو كاتبه حتى باش مصايبه، حتى باش مصايبه كاتبه هنايا. هانتوما البنات هنا كاين الرقم خلاص نحطو لكم في نحطو لكم هكذا في نحطو لكم ان شاء الله في ما نحطكم ان شاء الله في الفيديو. هذا هو الرقم ديالها، وهذا هو الانستغرام ويلكوم بيو، وهذه هي الماركه ديالها البنات هي ويلكوم بيو. وما شاء الله ويلكوم بيو ولات كتطلع ليا بزاف، قلت لكم تطلع ليا في اليوتيوب في الانستغرام وبالشهاده ديال اليوتيوبرز اللي ما شاء الله اللي عندهم بلاصه في اليوتيوب اللي هذا كيهضروا عليها، وانا كاين يوتيوبرز اللي كنثق فيهم اللي هضروا عليها وجربوها، ماشي غير جاوا مثلا ماشي غير قرعه وحده وهضروا، كاين اللي ما شاء الله 4 القراعي 5 القراعي، فهاد الشيء اللي كيخليك كتثقي وكتحفزي ان شاء الله. المهم هي هذه البنات غادي ندوق ان شاء الله معاكم. كنت هي قالت لي دنيا ذوقيها وردي عليا كيفاش جاتك. بسم الله واخا دازت الطياره واعره اقسم بالله، انا بعدا جاتي ولكن البنات المذاق بعدا راه واعره، ديك الحسه الاولى والله الا باقي داك الشيء هكاك ما نطحونش كيوحي لينا هنا شويه ما شاء الله. هاد داك الشيء فيه مع شوفوا البنات غير الطريق، شوفوا شوفوا ما شاء الله داك الشيء مصطوم. هانتي شمي يسرى فرحانه باللحسه ما شاء الله البنات، والمذاق كتحسي بالعسل كتحسي ما شاء الله. المهم البنات شنو نقول لكم، انا صورت الفيديو ولكن ما مونطيتوش في نفس النهار. اش غنقول لكم البنات والله الا داك اللحسه واعره
واعره البنات ما نكذبش عليكم. هي مز... صراحه مرق سولتها واش نعطيها الاسراء، قالت لي يا بنتي غير دير 12 عام ان شاء الله يا ربي، ياك ما تعطيهاش ليها. واعره البنات والله ما كنت كناكل، اقسم بالله العلي العظيم ما كنت كناكل. عاتي كتولي باغا غير ما تاكلي وغير ما تاكلي، بعدا غير ما كتقلبي على ما تاكلي. تخيل البنات ما مولفاش كندير العشاء ونط درت العشاء، والله الا نط درت العشاء، درت الغدا ودرت العشاء، قلت دنيا ما مولفاش لك هذا الشيء، الشيء ماشي طار. بنتي قالت لي، قالت لي ما مولفاش كديري العشاء، كديري الغدا والكوتي صافي. ايوا صافي هذا ما كان. بعدا البنات راه زوينه وطبيعيه، ما فيهاش داك الفانيل داك السير وداك الشيء، لان يعني بشهاده الجامع وقبل ما دخلت سولت. واعره 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 والله العظيم البنات، هكا الا بغيتو تاخذوها راه زوينه. راني هذا الفيديو هذا ما حطيتوش لكم في نفس النهار، دابا راه تقريبا شي يومين وانا كناخذ فيها. زوينه 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 زوينه، حيت الحاجه الموافقه اللي خايبه غتبان لك نهار الاول، انفو كتدوقي كتحسي بشي حاجه ما هيش زوينه. المهم البنات جيت لهنايا، المهم جيت للصالون بغيت نجمعو شويه، راه قلتها لكم، قلت لكم عندي صالون وكل شويه مروش. غادي نقول لكم هاد الزربيه سهام مزيان دابا البنات بهاد العصر ديال الشطه، بقيت نخبط فيها نخبط فيها، بردت فيها غدايدي اليوم ديال بصح. صافي البنات صافي، مني صافي مني العشيه بقات خاويه ليا، ان شاء الله غدا نخرج غنديكم معايا، غدا نخرج. فقلت قبل ما نخرج المهم اش يقولها نجمع هكا شويه الصالون ديالي نخليه نقي باش نرجع، حيت البنات خاص المغرب ما يلقانيش في الزنقه، عندي واحد الغرض خاصني نخرج نقضيه، وخاص المغرب خاصني غير نجي نيشان، المهم نجي كنجري. فقلت اجي بعدا نحدا ليا الصالون هو الاول نجمعو. وهاد الزربيه فقصاتني هادي 3 ايام وهي كتهرب ليا كتهرب. اش غنقول لكم هادي الزربيه ملي كنبقى نقول دابا شوفي يا دنيا انت هادشي ما كيبردش لك القلب. انا البنات هادشي ديال نخمل ونسوس غير هنا، دابا نتوما شوفوا الارض كي رديتها سستها مزيان مزيان مزيان، ولكن راه ما كتبردش القلب والو. عشان انا البنات الا ما طلعت اختي الزربيه للسطح وخبط وتشمشات، بعدا اول حاجه تشمشات مزيان، وملي تشمش اختي نطلع ليها ونهز واحد الهراوه ونبقى نخبط فيها نخبط فيها نخبط فيها في شي حبل حتى تبر. المهم حتى التاس ديال بصح وكاع دوك الميكروبات يمشيو منها. اما بحال هكا البنات راه بحال ما كديري والو، بحال كتكبي الماء على الرمله، والله ما نكذب عليكم. دابا راه سستها وما لقيتش هكا، كنت بغيت نطلع على الحبل هكا، غير هذا الحبل اللي هنا ما تسطح راه ما نقدرش نطلع ليه. زعما هذا الحبل اللي هنا ولكن خاص ليه هزاه معاك، ملي كان راجل الله يرحمه ويوسع عليه مسكين كان هو اللي كيهزها ليا وكيعلقها وكيسوسها. درت اختي اللي عليا وليت كندير البنات الشقه على قدي اللي قدرت عليها راه كنديرها. صافي دابا المهم حطيتها تما غير قلت نوريها لكم وصافي. وهنا واحد المتبعه قالت لي ديك الكونتر بلاكي غير حيديها، قالت لي تيرا الفار لا بغى يدخل راه كيدخل، وراه فعلا راه فايته قلت لكم راه دايره كونتر بلاكي ودخل ليا من هنايا. طلع المخاد كاملين هنا خرجوا هنا، شوفوا واحد شوفوا شوفوا غادي تخلعوا، شوفوا الغبره شوفي الغبره. قالت لي واحد البنت لا راه ديك الزربيه عندك اللي كتفرتت، والله اختي ما كتفرتت هاد الزربيه زوينه. هانتي باش نوريك هاد الزربيه اختي ما كتفرتتش، ماشي من دوك اللي كيتفرتو، هادي راه كاليتي ديالها زوينه، راه كاع الناس كانوا كيشكروها ليا قبل ما ناخدها، راه ما كتفرتتش. هانتي هانتي مخيطه من برا ومن الداخل، هادشي اللي كان قال لي مولاه. شوفي اختو الغبابر، شوفوا يا اختي الغبابر اللي كيدخلوا. انا غنوريك باش تفهمي علاش قلت لك على الغبابر، حيت وحده قالت لي انت غير كتكذبي راه ما كاين لا غبره لا والو، داكشي غير الزربيه كتفرتت. المهم بعدا راه خرجت كما قلت لكم هنا المخاد، واخا بغيت نكذب عليكم كنت ضرب فيهم شويه الشمس، الساعه ما كايناش الشمس. ها انت اختي شوفي الغبره، ها انت شتي الغبره منين كتجي راه ماشي زعما، ها انت اختي راه من هنا كتجي، ها انت يا اختي ها انت غنطلع لك باش تشوفي، ها انت ها انت شتي فوق اش كاين هذيك البلاصه اللي ديما كنشطبها كترجع نفس الحاجه نفسها نفسها. فانا راه ماشي كنبقى نقول لكم الخبره على والو، فراه هادشي علاش كنبقى نهضر لكم على الزربيه. يلاه البنات ان شاء الله نتوما نكمل شغلاتي ونرجع معكم بلا ما نوريكم زعما تشطاب عاوتاني نفس الحاجه راكم عارفين. وهي اختي ساليت الروينه ديالي اللي كانت عندي وتماره، والله البنات ما صورتش معكم كلشي تقريبا، ما كنصورش معكم كلشي، جيت نصور معكم كلشي على الاقل خاصني واحد 4 السوايع في الفيديو، كنشارك معكم غير اللقطات وصافي، اما داكشي الكبير ما كنشاركوش معكم. صافي في العشيه البنات درت هكا الكوتي، عمرت بريد ديال اتاي حطيتها البنات اللي قسم الله بحال هكذا. هاد الكعك هذا ماشي كعك، هاد القراشلات هادو زوينين كيعجبوني، بقى هادشي اللي بقى عندي، عرفتي راه كان عندي بزاف
بقاو عندي غير هادشي حتى تشوف الطبيصيل بحال هكدا. سخنت شويه ديال المسمن، بقى عندي شويه ديال المسمن باقي عندي في الفريغو، جبت غير وحده. بنتي قالت ماما ما بغيتش انا المسمن، صافي البنات سخنت غير داكشي اللي بقى عندي برا باش ما نبداش البنات ندير التبدير. وهنايا راني كنسخن البنات فواحد الطريف تاع الخبز، ما بغيتش شوفوا داكشي اللي كاين انا كنبارطاجيه معكم اللي كاينه، هذه هي الحقيقه ديالتنا. اللي غتقولي من غير هادشي غنعرفها كذابه. ضروري اختي كي شفتوا الطرفه تاع الخبز كنسخنوهم، راه عندي الخبز ولكن بغيت البنات نسخن هذا اللي كتشوفوا قدامكم، كيعجبني باش كيكون مبدي، ما كنبغيش البنات تضيع. صافي البنات مبدي مبدي، ما نبقاوش نضيعوا في نعمه الله. هاد المسمنه هي البنات عندي كما قلت لكم مبديه، هاد الطريفه البنات صراحه بديته انا، ما بغيتش نضيعو، قلت علاش لا نفطر بيه، على نفطر بيه ندير بيه الكوتي ما يضيعش، حيت هذا البنات هذا نتحاسبوا عليه، هذا الا ضلحناه ولا هذا نتحاسبوا عليه. صافي غادي نخلي البنات يسخنوا بحال هكذا. وهنا عاوتاني البنات راني عمرت سبريليت ديال اتاي، شويه الفرماج، وهذا البنات واحد شويه ديال هادو ديال الكعكع، هادو مجتبعه جابتهم ليا مسكينه، قالت لي دنيا هكا دابا انت معاك كتسخفي وداكشي، جابت صايبات ليا تقريبا راه ما بقى منهم غير هاد الشيء هذا، صايبات ليا البنات هاد الكعاكع اللي كتشوفوا هادو هادو، عرفتي وحمقوا اسراء البنات عجبوها، قالت لي صايبيهم ليها، قلت صايبيهم ليها، قالت لي ماما بنتي قالت لي صايبيهم ليا ماما، قلت ان شاء الله بنتي ان شاء الله غنصايبهم لك، كنعرف البنات كيفاش كيتصايبوا هادو، عجبوها تيحمقوها. صافي غنحطهم حتى هما البنات هنايا، ما بغيتش تكثر عليا الماعن. صافي وهاد المسمنه غنحطهم هنا، المهم غضحكوا عليا ماشي مشكل اختي، انا غنحط اختي الخبز هنا ومسمن هنا حيت ما كاينش اختي مسمن بزاف. صافي الخبز هذا كيسخن، المهم بطرت تغدينا قبيله كما قلت لكم، ما بقيت الصراحه بنت معاكم. صافي ها هي الخبز بعدا نحطو هنايا، نحط خبيزه هنايا، بديت منها غير شويه. صافي قلت لكم بنت من قبيله ملي تغدينا ما بقيتش بنت معاكم. صافي ودابا راه عندنا البنات جانا الجوع، اسراء راه باقا متكيه مشات للمدرسه ورجعت باش ما نكذبش عليكم، حيت غديتها ومشات ورجعت، ودابا البنات قلت لها ماما نوضو نعمرو اتاي، قالت لي ماما نوضي، هي خلاص ما كتشربش البنات اتاي بحال غتاكل غير الكعكع. صافي قلت لها كاين الحليب، البنات ما كتشربش ليا الحليب، هذا هو المشكله ديال اسراء انها ما كتشرب لا حليب لا والو. صافي ها هي المسمنه سخنات غنحطها هنايا، المهم البنات بلا ما تعلقوا عليا تقولي علاش حاطه المسمنه هنا، ماشي مشكل، مره مره البنات نغمضوا، ماشي ديما كيكون التاويل وماشي ديما. شكون شكون انا